هتظهر اكتر في الدور ال 16 لما تتضغط من فرق كبيره جدا. ممكن يتجاوزها ان هو يلعب بثلاثه ورا، ممكن اكيد ليها حلول يعني، هيشوف لها حلول، لكن لابد ان يكون جزء من اخطاء كروش يا كابتن. ان في لعيبه معينه هو صمم ما ياخدهاش. يعني احمد فتحي حتى لو ما كانش يبقى ليدور في الملعب كان يبقى ليدور بره الملعب. كواحد من على خبرات لعب بطولات افريقيه كتير. فاعتقد ان كان يبقى له دور كنت تحتاجه في الفتره دي، لان انت رايح بظهير ايمن حتى مش اكرم توفيق. فكروش عنده اخطاء كارثيه حتى في اختيار القائمه. زي ما رصوصه قال، هو المصمم مش عارف كان ليه ياخد 25 لاعب. طب والحالات كورونا، طب نفترض انت بقيت زي اي منتخب كان فيه 6 او 7 حالات، كنت هتلعب بمين؟ يعني شوقي بقى، نرجع شوقي وجمعه وعصابه وبتاعه. انت تعرف ان كل الارقام اللي بتتردد على عقد كروش غير صحيحه؟ يعني ايه؟ يعني عقد كروش كارثي بالمعنى الحرفي، وارقام خرافيه. معاك العقد؟ اه. فين هو؟ لا دهولنا نطلعه طيب عشان يبقى عادي. كروش 180 الف يورو في الشهر. مش 120 ولا 130 زي ما الناس قالت. لا ده هو جهاز المعاون. طلع لك 90 يورو. يورو هو جهاز المعاون. طب اذا كان الدكتور اسر صبحي النهارده قال 90 الف، لا لا 180 الف يورو هو والمساعدين اللي معاه، لان الناس بتقول لك من غير الضرايب. طب ما هو اتحاد الكوره بيدفع الضرايب. لا ما هو ده الدكتور اشرف قال 90. انا بقول لك 180 هو الجهاز. أو احمد مجاهد مش فاكر برضه طلع النهارده الدكتور اشرف صبحي ما قالش الرقم. اللي قال الرقم عامر حسين، قال لك 130. الجهاز المعاون بالضرايب 180 الف يورو. المفاجاه بقى ان تدي له 150% لو انت مشيته بعد بطوله افريقيا. 150% ده حاجه كارثيه. يعني 5 شهور تدي له 7 شهور ونص. المفاجاه بقى اللي محدش قالها يا كابتن اسلام، كيروش لو وصل كاس عالم، لو وصل كاس عالم وان شاء الله هيحصل، وحبيت تمشيه هتدي له 3 اضعاف الفلوس اللي خدها. 3 اضعاف. هيكون خد 7 شهور، اشتغل 7 شهور، هتدي له 3 اضعاف الفلوس اللي خدها. انا بصراحه مندهش من الناس اللي عملت العقود دي، ومش فاهم ازاي ما يتمش محاسبتها. طب ما هو نفس حكايه عقد فنجادة. عقد فنجادة لو مش ياخد عقده كامل لحد نهايه السنه، مش لو انت مثلا لو صعدنا، لو لعبنا المباراه فاصله. كابتن اسلام بص الكارثه، لعبنا المباراه فاصله وصعدنا وحبيت تمشيه وتغيره وتجيب حد يلعب معاك في المونديال، لا ما ينفعش. تمام. لا لو حبيت تمشيه تدي له 3 اضعاف الفلوس اللي خدها. يعني هو خد اشتغل 7 شهور، تدي له 3 اضعاف ما يوازي ما يقارب 55 او 56 مليون جنيه عشان تمشيه. انا مش فاهم بصراحه. لازم يكون في حساب للعقود اللي اتعملت دي، ما ينفعش انها تتساب كده. لان انت ربطت واحد معاك. طب نفترض المستوى ده طلع وكمل معاك، هتعمل ايه؟ نفترض طلعنا واحنا ما تمناش، طبعا نتمنى ان احنا نرجع ونعمل مستوى كويس جدا ونوصل لابعد مدى. نفترض الشكل ده والتاليف اللي بيعمله استمر معاك، هيمشي مهما كان التم. بقول لك